في نساء كده دايما لما تمشي لاحظ انت او لاحظي تلاقيها ماشية منشمخة، دايما المشية بتاعت النساء دي تعمل زلزال، ولما بتعمل زلزال للأسف بتتعبنا احنا كرجال. يلا بينا. اهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين ومساء الخير ومساء الفل. معانا كل النساء وطريقة المشية و يعني الانشماخ في المشي، وكل انثى تتوقع بقى ما هي اضرب نفسها، او رجل حتى يقول لنا يتوقع من المراكز الاولى. انا بقرا كل تعليقاتكم ويلا بينا نبتدي، بس الجديد يعرفنا بنفسه، اللي ما اشتركش يشترك، ده عشان يفضل متواصل معانا على طول. في المركز ال 12 الحوت، انثى هاديه رقيقه والمشيه هاديه ورقيقه وطبيعيه جدا، ما فيهاش كلام. اعلى منها السندريلا، أنثى برج السرطان، نفس الكلام، هادية بطيئة إلى حد ما، جميلة لذيذة ظريفة. البونبوناية في ال 12 والسندريلا في ال 11 وقنبلة الذكاء أنثى العذراء في العاشر. إذا الثلاث نساء دول ما نقدرش وما لاحظناش إن المشية بتاعتهم فيها حاجة مختلفة، المشية بتاعتهم طبيعية جدا تتلائم مع طباعهم اللي تقريبا طبيعية جدا. تعالوا بقى ندخل في منطقة وسطى. قبل ما نخش في الانشماخ على أصوله وندخل في منطقة وسطى، خلوني كالعادة أقول عايزين نشير وندوس لايك، كل أصدقائنا يتفرجوا على الحلقة دي، ده طلب المعتاد. في المركز التاسع مين توقع وكتب؟ العسل. برضو العسل مشيتها عسل، مشية طبيعية جدا ولذيذة جدا، وإن كانت بتكون جذابة جدا. دي أنثى برج الميزان، ولسه ما دخلناش في موضوع حلقتنا. في المركز الثامن، وخاف يعيد بقى، خاف يعيد واتقل بقى التقيل، الشغل التقيل على أصوله بقى، الثورية التقيلة، ملكة الرزانة أنثى برج الثور. بدأنا نلمس الانشماخ هنا في المشية، بدأنا نوصل لأنثى من النساء اللي ممكن وهي ماشية تلاحظ حتة يا أرض تهدي ما عليكي قد، إنما بتلاحظها في مواقف مش دايما. في نساء الطريقة دي عندها أسلوب حياة، يعني مشيتها دايما كده في أي موقف وفي أي وقت وفي أي ظرف، تحديدا رباعي خط النار، رباعي خط القمة في حلقة النهاردة اللي احنا طالعين لهم دلوقتي هنقابلهم. القوسية في السابع، يعني انشماخ على خفيف، انشماخ بسيط، لما تعوز توصل مسج معين لشخص معين موجود في المكان ممكن يحضر الانشماخ في المشية. الانشماخ ماشية كده اللي هي يعني الرقبة فوق والمناخير فاضل لها شوية وتخبط في سقف السما كده، يعني في نساء تحس ان هي ماشية كده زي كده، يعني سبحانك يا رب. نوصل بقى للمركز السادس ونلاقي الدلوية، انثى برج الدلو. وخلي بالكم هقول لكم حاجه، النساء دي من مشيتها كمان وفي البدايات اكتر النساء، او من اكتر النساء المتهمه بالتناكه، او اللي هي شايفه نفسها، او اللي هي حاسه بنفسها، ده لو انت ما تعرفهاش. يعني المشيه بيكون ليها عامل في ان انت تحكم عليها الحكم ده، لو انت ما اتكلمتش معاها وشايفها من بعيد كده يا دوب شفت مشيتها، كل ده طبيعي إلى حد ما. إنما جد الجد من أول المركز الخامس، بدأنا بقى ندخل في أنثى أكثر وأكثر انشماخا، بدأنا إن إحنا نبص بقى ونخبط في الانشماخ على أصوله الجوزائية، أنثى برج الجوزاء ملكة الدلع والمرح والفرفشة في المركز الخامس. لا خلي بالك الجوزائية انشماخ انشماخ، يعني اوعى تفكر ده انثى لا، وحاسة اوي بنفسها اوي وتنكة في احيان كتيرة. كل ده مع المشية المنشمخة. قابل بقى وانت ونصيبك بقى مع الجوزائية، اوعى تفكر الكلام والهزار والضحك والفرفشة والنعنشة ان هي يعني، لا ده في حاجات تانية انت ما انتش واخد بالك منها. اوصل بقى معايا، اوصلوا معايا دلوقتي، وسعوا كلكم واعيروني بقى الانتباه مع رباعي خط النار الفارسة العنيدة، اول انثى في رباعي
خط النار في حلقة النهاردة في المركز الرابع، وده اللي انشماخ على أصوله. انشماخ انشماخ يعني بتمشي بتعمل زلزال. نساء القمة رباعي خط النار كله بيعمل زلزال، وسع كله يوسع من طريق الإناث دي. أنثى برج الحمل الناري في المركز ده، الوقفة بس بتعمل الوقفة بتعمل زلزال. وقفت تقول أنا عايزكم دلوقتي اللي جنب واحدة حملوية أو ماشي في الشارع وقدامه حملوية يبص على الوقفة بتاعتها، أو لو أنت قاعد وجنبك حملوية خلاها تقوم وبص أنت وعاين كده الوقفة بتاعتها. انشماخ ما بعد انشماخ. المركز التالت إنما قريبة أوي من الفارسة العنيدة. مين توقع؟ مين بيكتب ومين كتب ومين لسه هيكتب ومين بيكتب بعد الحلقة ويقول أنا توقعت؟ عارف أنا الشغل ده. العقربة في المركز، واللي بيعمل الشغل ده يقول لي في التعليقات، ما تقلقوش احنا ستر وغطا على بعض، ما حدش هيشوف التعليقات غير انا والمتابعين يعني. العقربة فارسة الاحلام في المركز الثالث. من الاناث المنشمخة جدا، انشماخ يعجبك قوي قوي قوي، ولذلك من اكتر الاناث المتهمة بالتناكة والغرور وان ما فيش حد يعني بكده يعني. العقربة في المركز الثالث، ومشية العقربة من النساء اللي مشيتها فيها الشكل ده والستايل ده، وممكن بقى لما تقرب من العقربة يروح التناكة دي او تروح التناكة دي وتشوف الوجه الاخر اللي ممكن يكون منايل ب 60 نيلة عن الوجه الاولاني ده، انت ونصيبك يعني. ما هي بتبقى ابخات يعني، بتبقى حظوظ هي انت وقعتك يعني. بينما في المركز الثاني من توقع التقيل بقى، الانشماخ القوي بقى، النساء اللي هي بقى يعني حاجة عتاولة في الموضوع ده، في المركز الثاني اشد من كل النساء دي، هتبقى قنبلة قنبلة في الانشماخ. زعيمة العصابة انثى الاسد الناري. ومين شاف أنثى أسد وما شافهاش منشمخة؟ أنا عايز تكتبولي في التعليقات لأن أنا بقرأ كل التعليقات. مين شاف أنثى أسد وما قالش عنها إنها منشمخة في المشية بتاعتها؟ ومين أنثى أسد دلوقتي بتسمعني أو هتسمعني قدام مش شايفة نفسها إن هي بتمشي منشمخة، أو مش حاسة من المحيطين إن هم شايفينها منشمخة؟ مين؟ وإذا كان ده حال الأنثى اللي في المركز الثاني، فما بالكم بمتصدرة التصنيف والترتيب في حلقة النهاردة. أكثر نساء الأبراج انشماخا على الإطلاق في المشية بتاعتها هي المرأة الحديدية، أنثى برج، بقول دايما صحتها عافية، صحتها حلوة قوية، أنثى برج الجدي الترابي تتصدر كل النساء في حلقة النهاردة، متفوقة متفوقة على أقوى المنافسين في الحلقة دي، على رأسهم الفارسة العنيدة وزعيمة العصابة والعقربة فارسة الأحلام. تنتزع المركز الأول وبصدارة في الموضوع ده وبجدارة في الموضوع ده أنثى برج الجدي، وتجلس على عرشه منفردة منشمخة انشماخ ما بعده انشماخ. تحية لأنثى برج الجدي التراب. اكتبوا لي بقى رأيكم في الحلقة دي، ولو عجبتكم شيروا عشان كل أصدقائنا يسمعوها. صباعكم وجعكم من التشير، اعملوا لايك بس حاجة بسيطة كده يوصلها لبقية أصدقائنا. وقنواتنا التانية بقى وحساباتنا وكل ده في وصف الفيديو لو انت على اليوتيوب، ولو انت على الفيسبوك انزل في التعليقات هتلاقيهم. اي حد غير محمد ابو زيد بتشوفوا فيديوهاتي عنده اوعي تثقوا فيه، الغوا الاشتراك على طول، وإلى اللقاء.